السلام عليكم جميعا، يعطيكم الصحة والعافية. شو أخباركم؟ طيبين؟ طبعا زي ما وعدناكم اليوم عندنا دورة عن اللاتي آرت والتدرب أو التعلم على أساسيات الرسم على القهوة. إن شاء الله نقدر نفيدكم ونعطيكم بعض الأساسيات والمهارات والتركي واي زي ما يسموها، أو الخدع اللي تمكنكم بسرعة التعلم على اللاتي آرت إن شاء الله. طبعا اول شيء راح نبدا بتعريف اللاتي ارت. ما هو اللاتي ارت؟ انت كمتذوق للقهوه او كعاشق للقهوه او كشارب للقهوه، اما تشرب مشروبات الحليب، القهوه مشروبات الحليب، اما بهذه الطريقه او بهذه الطريقه، من جانب فتح الشهيه يستخدم الرسم على القهوه كرسمات من ضمنها القلب، من ضمنها التوليب، من ضمنها الروزيتا إلى آخره. أنت كمتذوق أو كمستقبل إلى كأس القهوة، أما تستقبلها بهذا الشكل أو بهذا الشكل، من باب فتح الشهية، من باب فتح النفسية، من باب تحسين المزاج، أنت تستقبلها بهذا الشكل، بهذه الرسومات الجميلة. لهذا الجانب تم إطلاق لاتي آرت أو الرسم على القهوة، من جانب فتح النفسية أو فتح الشهية أو تحسين المزاج، استقبال كأس القهوة بشكل مناسب وملائم وجميل جدا بهذا الشكل أو بعدة أشكال أخرى. طيب الحين عرفنا ليش نستخدم اللاتي آرت، شنو الشروط اللي تخلي اللاتي آرت ينجح؟ في عدة عوامل تخلي اللاتي آرت حقي ينجح. من ضمن الشروط هي الحليب، لازم يكون طازج وبارد، ما يصير استخدم حليب حار وبخرة، ما يصير استخدم حليب منتهي الصلاحية، ما راح يتبخر معي بالطريقة او بشكل المناسب. استخدام البريق او البتشر والحجم المناسب للكوب، ما يصير استخدم كوب كبير وبتشر صغير، يعني الحليب لازم اوازن بين الكأس والبتشر. الطريقة الصحيحة لمسك البتشر والكوب، راح اعلمكم واشرح لكم كيف هي الطريقة الصحيحة لمسك البتشر والكوب مع بعض. وطريقة من ضمن الشروط أيضا تبخير الحليب، شلون أبخر الحليب، شلون أدخل الستيم أو أدور الحليب، راح نشرحها بالتفصيل إن شاء الله. أيضا من ضمن الشروط توزيع الحليب المبخر على الإسبرسو. طبعا بعد ما أبخر الحليب يفضل أني طريقة الصب كيف، راح أعلمكم التكنيك كيف أصب الحليب وامزجه مع الاسبرسو بحيث انه يتمازج مع الحليب مع القهوة ليصبح سهل الرسم. اخر نقطة وهي الاهم هي الهدوء والتركيز. طبعا لازم ما استعجل، لازم يكون عندي صبر، لازم يكون عندي تركيز، لازم يكون عندي هدوء تام حيث اني اركز واحط الرسمة اللي في بالي وارسمها على الكوب. طبعا راح افصلها الحين بالتفصيل. طبعا اول شرط حليب طازج وبارد، لازم زي ما قلنا لازم محفوظ في الثلاجة، ما يصلح استخدمه برا الثلاجة وحار، لازم يكون غير منتهي الصلاحية طازج. زين نجي للفقرة الثانية، استخدام الابريق او البكشر والحجم المناسب للكوب. عندي طبعا احجام عشان يكون بس واضح عندكم في الصورة، عندي هذا الحجم، هذا الحجم، شوفوا الاختلاف، هذا صغير 350، هذا 600. طبعا الأشكال بعد هم تختلف، شوف الفتحة هنا، شوف الفتحة هنا، جدا في اختلاف راح أشرحهم بالتفصيل. طيب نشرح نقطة أو شرط استخدام الأبريق المناسب مع الكوب المناسب. زي ما تلاحظوا هنا الفرق بين الحجم، هذا صغير هذا كبير زي ما قلنا، هذا 350 ملي وهذا 600. ما يصير استخدم هذا الحجم الصغير في الرسم بالكوب الكبير او ما راح يكفي. ليش؟ لانه ما راح يكفي الحليب، لازم استخدم البتشر المناسب مع الكوب المناسب، يعني هذا البتشر مع الكوب الصغير وهذا البتشر مع الكوب الكبير. طيب خلينا نشرح كيف نمسك البتشر بالطريقة الصحيحة والكوب بالطريقة الصحيحة. طبعا هذا البتشر بعضها يجي فيه مقبض زي ما انتم شايفين، وبعضها بدون مقبض يتم مسكه بهذه الطريقة مثلا أو بهذه الطريقة. الطريقة الصحيحة
هذه الأصبعين وباقي الأصابع داخل زي ما تشوف، شوفوا ثلاث أصابع داخل وهنا وهنا زي القلم. وهذا الكوب طبعا لازم مسكة مسكة الكوبة أو الكوب باتجاهك. ليش؟ لأن أنا لما جي أرسم راح أشربه بهذه الطريقة، راح اتجاه الرسمة راح تكون بهذه الطريقة، فمسكة الكوب باتجاهي بهذه الطريقة 45 درجة اتجاه الكوب 45 درجة زي ما قلنا، ثلاثة أصابع وصبعين فوق مثل القلم. مثل ما قلنا المقبض حق الكوب اتجاهي جهة أشوفه، شوف زي ما أنا شايف الحين 45 درجة. البتشر زي ما قلت لكم ثلاثة أصابع داخل وصبعين برا، بحيث أجي أرسم بهذه الطريقة. طيب نجي لتبخير الحليب، كيف نبخر الحليب؟ راح أبسطها لكم تبسيط جدا سهل جدا سهل. نفرض هذا الستيمر لاين حق المشين أو عصا التبخير حق الماكينة، وعندي هذا البتشر. نفرض أن هذا البتشر أنا تعمدت أجيبه شفاف عشان يبين كيف يتم إدخال عصا التبخير في البتشر. طيب قبل هذا كله خلنا أقسم لكم البتشر، هذا هو البتشر، خلوني أقسمه إلى أربع أقسام. خلنا نرسم لكم في الورقة أفضل. نفرض هذا تسب حق البتشر بهذا الشكل، هو البتشر نفس هذا الشكل بالضبط. خلونا نقسمه إلى أربع أقسام، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة، هذا رقم أربعة. لما أجي أبخر الحليب أو أدخل عصا التبخير داخل البتشر لازم أحدد زاوية من هذه الزوايا باتجاه البتشر عصا التبخير، أما واحد أما اثنين أما ثلاثة أو أربعة، اختار الزاوية المناسبة لك. طيب الحين نفرض أنك اخترت زاوية رقم واحد، هذه الزاوية رقم واحد، وهذه رقم اثنين، وهذه رقم ثلاثة، وهذه رقم أربعة. نفرض أن هذا زي ما قلنا عصا التبخير، راح أسند عصا التبخير على هذا التب بهذه الطريقة، ما أخليه بعيد ما أخليه قريب، أخليه ملتصق. شوف هذه زاوية واحد، هذه زاوية اثنين، هذه زاوية ثلاثة، هذه زاوية أربعة. اختار الزاوية المناسبة لك. أنا راح أبخر في زاوية رقم واحد، بس راح استخدم الكوب الشفاف عشان اصور لكم بالضبط ويبين عندكم شلون ادخل التب حق عصا التبخير. زي ما قلنا راح نختار زاوية رقم واحد وراح نسند عصا التبخير على هذه الزاوية. شوف زي ما قلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة، راح نستخدم واحد نسند على التب، نستخدم رقم واحد. راح أوريكم الحين كيف نغمس عصا التبخير أو التب، هذا هو المهم، في البتشر. زي ما قلنا نسند، طلع معي ركز معي بالضبط، شوف شوف مش واضح، نص راح نغمسه نص، راح نفتح الاستيمار وراح يدور معاي الحليب، يدور يدور يدور. لما يدور أرفع عصا التبخير او انزل البتشر، راح تسمع صوت هذا صوت التستسه بما يسمى ادخال الهواء الى الحليب لتكوين الرغوه. خليني ابسطها واقربها لكم هنا، شوف راح ندخل هنا ان شاء الله يكون واضح، شوف نص، وبعدين افتح عصا التبخير راح واسحب عصا التبخير للاعلى اخليه شويه، راح اسمع صوت هذه صوت التسسة زي ما قلنا، صوت إدخال الهواء وتكوين الرغوة. لما تتكون عندي الرغوة أرفع البتشر وأغمس الستيمر تب كامل، بحيث إنه بس الحليب قاعد يدور ويسخن معاي. بطريقة اللمس أو الثرمومتر راح أعرف درجة الحرارة المناسبة من 50 أو من 55 إلى 70 كحد أعلى لتبخير الحليب. لما يصير أو طريقة اللمس طبعا راح ألمسه،
لما أحس بالحرارة خلاص ما أقدر أكمل إني باستمرار أخلي يدي على البتشر بحيث إني يحرقني، خلاص هذا معناته إنه وصل إلى أعلى درجة حرارة، درجة 70. إن شاء الله تبخير الحليب له راح نشرحها عمليا ويكون واضح إن شاء الله. نجي للخطوة الخامسة أو الشرط الخامس، توزيع الحليب مخر على الإسبرسو. زي ما قلنا مسكة الكوب جهتي 45 درجة، مسكة البتشر مثل القلم زي ما قلنا. نبدأ بتوزيع من الأعلى، صب من الأعلى، توزيع بشكل دائري بشكل دائري بشكل دائري مستمر غير منقطع. لما أملي نصف الكوب، الكوب عندي نص مليان، أبدأ بالرسم. طبعا طريقة الرسم راح نشرحها، كيف حركة اليد، متى ترفع البتشر، متى تنزل البتشر، شلون تخلي سطح البتشر قريب جدا من القهوة للرسم، شلون تدفع على الأمام، كل هذا راح نشرحه إن شاء الله بشكل مبسط. بس الحين حركة اليد من الأعلى توزيع عشان يمتزج الإسبرسو مع الحليب. طبعا الخطوة أو الشرط السادس، الهدوء والتركيز. بغير هذه الشرط الهدوء والتركيز كل الشروط الباقية اللي في الأعلى تسقط ولا تصلح ولا تنجح. الهدوء والتركيز، الهدوء والتركيز، الهدوء والتركيز، الهدوء والتركيز. اللاتي آرت يبغى له صبر، يبغى له شوي هدوء، يبغى له شوي تركيز. وبالعكس جدا سهل راح تشوفه يعني في الأيام الجاية، جدا سهل، وراح تكتشف التكنيك أو الإمكانية المناسبة اللي تخليك. كل واحد إله طريقة معينة، هذه الطريقة كشرح مبسط فقط. خلوا هذه الرسمة قدامكم، رسمة البيتشر، لأن راح تساعدكم واجد. احفظوها، ضرورية جدا، رقم 1 2 3 و4، وطريقة مسكة التب، عصا التبخير، وتسنيده على الفوهة زي ما قلنا على التب تسنيده. خلوها واللي يحبها يكبشرها لأنها جدا ضرورية وأساسية. طيب نيجي لطرق مساعدة للمبتدئ، كيف بما أني لازم أستخدم حليب وقهوة وأمنع الهدر من الاستخدام، سهلوا في طرق أو تسريع أو تحسين وطرق ومنع الهدر الحليب. نستخدم الماء، الصابون، بديل الحليب، وملونات الطعام. راح أخلي هذه الصورة موجودة لأنها جدا ضرورية واعتبرها من أهم شروط نجاح الرسم على القهوة أو اللاتي آرتست. طرق مساعدة للمبتدئين، الماء، الصابون، بديل الحليب، ملونات الطعام. الماء زي ما سويت لكم الحين، جبت البتشر فيه ماء وقعدت أحرك يدي وأتدرب على صب أو مزج الحليب مع القهوة. هذه طريقة. أقدر أستخدم الصابون، أحط صابون مثلا فيري في وأجيب عصا التبخير وأبخر، هذا يساعدني في التعلم على التبخير وتكوين رغوة. بديل الحليب هذا طبعا البي سي بي، صناعة كندية جدا ممتاز، لاقوه في المتاجر، متاجر القهوة متوفر، يعطيك رغوة مماثلة جدا للحليب لكنه غير صالح للشرب، بل بالعكس يعني جدا مناسب للمبتدئين، جدا مناسب. طبعا ملونات الطعام اقدر استخدمها على احط في الكوبة او الكوب اللي ابغى ارسم فيه ماء حار او ساخن، بحيث اني احط نقطة من ملونات الطعام وامزجه، ومع الصابون او بديل الحليب البي سي بي زي ما قلنا، خلينا عشان اللي يبغى يكبشره، مع بديل الحليب، وأبدأ أتدرب أتدرب. بس أنا أنصح وبقوة خلك على الماء والصابون أو كبداية، يعني جدا سهلة، جدا سهلة وغير مكلفة. نجي الآن إلى الرسومات البسيطة. طبعا في رسومات عدة، في رسومات كثيرة، في رسومات أكرم الله السامع حيوانات مثلا الأرنب، الوزة، في رسومات كثيرة. بس في رسومات أساسية جدا بسيطة الواحد يبدأ يتعلم فيها، مثلا القلب. راح نوريكم صور، هذا مثلا القلب جدا سهل. توليب، طبعا هذه التوليب من 3 خطوط،
اللاتي ارتست يتحدوا في عدد الخطوط 5، 6، 7 إلى 10، 14، كم خط يقدر يرسم في الكوبة؟ الروزيتا. طبعا هذه 3 رسومات أنا أنصح فيها كمبتدأ يبدأ من القلب، بعدين يروح للتوليب، بعدين الروزيتا. راح إن شاء الله نشرح الرسومات وكيف راح نشرحها إن شاء الله، كيف يتم مسك الكوب، كيف يتم مسك البتشر، كيف يكون دفع الحليب، كيف يكون توزيع الحليب، راح نشرحها إن شاء الله بالتفصيل. طيب خلوني أشرح بس طريقة إدخال الستيمر لاين مع الكوب. نفرض أن هذا البتشر، هذا الستيمر لاين تيب، شوف كيف راح أدخله فقط، وأشغل عصا التبخير، أشغله راح يدور معاي الحليب، أرفعه شوية راح أسمع زي ما قلنا هذا صوت إدخال الهواء وتكوين الرغوة. بعد ما تتكون عندي الرغوة بثواني معدودة أرجع أدخل الستيمر لاين بحيث أني بس ألمس الحليب زي ما قلنا أو بالثرمومتر من 55 إلى 70 كحد أقصى زي ما قلنا. تدخيل عصا التبخير للمنتصف، بعدين أرجع أرفع شوي راح أسمع صوت تس 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 تس. صوت إدخال الهواء وتكوين الرغوة، بعدين أرجع أغمس طيب هذه الطريقة. الطريقة الثانية اللي أنا أستخدمها بكل صراحة واللي اكتشفت أنها جدا ممتازة، إدخال التب كامل زي ما واضح عندكم، إدخاله كامل لما يدور عندي الحليب، بعدين أرفعه بحيث أني أسمع صوت تستسه. بعد ما أسمع وأكون الرغوة المناسبة اللي أبغاها، أرجع أغمس عصا التبخير بحيث أني بس أسخن الحليب. راح أشرح لكم طريقة عملية جدا سهلة الطريقة. أغمس كامل عصا، فقط عصا التبخير تب، التب ستيمر، أغمسه كامل، خلي يدور الحليب، ارفعه تس 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 تس. ارجع اغمسه، 3 خطوات جدا سهلة. الحين يا شباب بنجي للقسم العملي زي ما شرحنا. هذا عصا التبخير، الجزء هذا هو المهم، هذا الجزء المهم، هذا عصا التبخير وهذا الجزء المهم. زي ما قلنا نغمره نص، نخلي الحليب يدور، بعدين نرفعه نسمع صوت تس 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 تس، بعدين ننزله مرة ثانية ولين يعطيني الحرارة المطلوبة. الحين راح نجرب طريقة عملية. طبعا يا شباب هذا البتشر اللي راح نستخدمه. طبعا بعد ما نحدد البتشر نحدد حجم الكوب المناسب زي ما قلنا. طبعا كل بتشر له زاوية منخفضة، نعبي الحليب الى هذه الزاوية من داخل زي ما تشوفوا الحين. طبعا هذا الحد الاقصى، يعني ما يصير اروح اعلى من هذا، راح يفوض عندي الحليب بس. الطريقة اللي قلناها نسند عصا التبخير في زاوية البتشر، هذا التسنيد نختار بين زاوية 1، 2، 3، 4 من الزوايا، راح نختار زاوية رقم 1، راح نغمره نص، راح نشغل عصا التبخير، نخلي الحليب يدور، نسحبه نسمع صوت التسسه، دخلنا رغوة كفاية، نرفعه من جديد، نخلي الحليب يسخن بس لين يصير حار، أوقف التبخير. طبعا شوفوا معاي التبخير الصحيح لازم يكون على سطح البتشر من حركة بحيث انه ما في فقاعات كثيرة. اذا في فقاعات لازم نسوي هذه الطقة بحيث الفقاعات كلها تنتهي، يصير مثل الصبغ جدا متجانس ورغوة جاهزة للرسم. طبعا الحين جهزنا شت سبرسو، راح نجهزه نستخلصه سوا، نشوف الآلية من الألف إلى الياء كاملة. راح نستخلص
ونبخر سوا. بسم الله. هذا شت الاسبرسو جاهز، بعض الفقاعات طقه لازم نحركه عشان يمتزج زيوت القهوه تكون كلها ممزوجه سوا ويصير لونها الكريمه طبقه فوق. وهذا الحليب زي ما قلنا راح نعيد التبخير الى حد الحافه اللي تحت، هذا كحد اقصى زي ما هو واضح. زي ما هو واضح الزاويه راح نبخره مع بعض. هذا شت السبرسو، شوف الكريمه كيف. طبعا لازم نطقه اذا في فقاعات ونحركه عشان لون الكريمه يكون واضح. وهذا بشر الحليب زي ما قلنا الى الحافه اللي تحت كحد اقصى راح نبخر سوا. هذا زي ما واضح عندكم كحد اقصى الى الحافه اللي تحت او اقل منها بشوي ما في مشكله. طبعا وقت التبخير عصا التبخير لازم افرغه من الماء. الحين ابدا ابخر. الطريقه الاولى اسند عصا التبخير في الزاويه، اختار الزاويه المناسبه 1 2 3 4 اي زاويه، راح اختار رقم 1 اغمره نص اشغل دار الحليب اسمع صوت التسلسل اسحب كافي ارد ارفع البتشر واخليه بس يسخن كفايه. طبعا اول ما اخلص الفقاعات تنتهي بالطق والدوران، بالطق والدوران، شوف مثل الصبغ بالطق والدوران. الفقاعات لازم تروح عشان نكون جاهز للرسم. 45 درجة من فوق من تحت من فوق. أوزع 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 أوزع. بسم الله. شوف من البداية إلى أدفع على قدام. بسم الله. لازم ادفع لقدام، واحد اثنين، واحد اثنين، واخر واحدة اسحب واقص. طبعا بالممارسة وبالكثرة المشاهدة لازم من البداية من النقطة الف الى النقطة ب، ادفع من النقطة الف الى النقطة ب، لين يمتلي الكوب، يمتلي الكوب، ابدا من النقطة الف ارفع البتشر واقص التوليب. راح اعيدها بدون ما اتكلم عشان الصورة تكون واضحة بس. الحين راح اوريكم كيف نستخدم هذا، نفس طريقة الحليب بالضبط. راح عبينا ماي بارد طبعا الى الحد المطلوب. راح نحط قطرات 5 أو 6 قطرات. راح نبدي نبخر الحين. نفس الطريقة بالضبط. زي ما قلنا يا شباب تفريغ الماي من الستيم لاين، الستيمر لاين. انا بدي ابخر نفس الطريقة، اغمر نص، اخلي الحليب يدور. انزل البتشر اسمع صوت التستسه ارد ارفعه لين يسخن عندي الحليب. اسند الاسناد اول شيء. كانت عندي رغوه خلاص اخليه يسخن بس. هذا مثل الحليب بس غير قابل للشرب. طبعا زي ما قلنا الفقاعات تروح بالضرب والدوران. زي ما هو واضح مثل الصبغ بالضبط. لازم نحرك الشت الاسبرسو عشان يمتزج. طبعا هذه القهوة قديمة ومنتهية عشان كذا الطشار، لازم نحركها كويس. بسم الله نحرك هذا نرسم. بسم الله وزع. طبعا ما راح يكون مثل الحليب بالضبط بس يعلمك كيف تتحكم بيدك، متى ترفع البتشر، متى تنزل، متى تقص كمنع للإهدار.
معلومة سريعة طبعا للمبتدئين، خذ لك كوبة كبيرة، ابدأ التعلم بكوبة كبيرة، لا تبدأ التعلم بكوبة صغيرة، لا تتعلم على كوب صغير كورتادو مثلا، ابدأ باللاتيه وانت نازل، لاتيه كابتشينو فلات وايت لين توصل للكورتادو، ابدأ بكوبة كبيرة. البتشر خلك على المقاس 350 جدا مناسب. بعدين لو حبيت تطور عندك 600، عندك الجي بي جاك هذا الشارب حق المحترفين حق الخطوط تصير دقيقة، وهذه الأشياء. ابدأ بالأساسيات اللي شرحناها، البتشر العادي 350، وابدأ بالكوبة الكبيرة بس عشان تتعلم يدك على الرسم وعلى البداية. شكرا جزيلا، وإن شاء الله استفدتوا، وأي استفسار أو سؤال أبد في خدمتكم، حاضرين لكم.